أهلا بكم من جديد. خلينا نبتدي مع حضراتكم بالأحداث المهمة اللي حصلت امبارح، وأبرزها ترأس سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله، وتم إصدار 22 قرار مهم بيستهدف تحقيق نقلة نوعية في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية. أيضا سيادة الرئيس اتسلم رسالة خطية من نظيره الموريتاني بتشيد بدور مصر الريادي على المستويين العربي والأفريقي. يمكن يا منى زي ما كلمتي اجتماع كمان المجلس الأعلى للاستثمار ده اجتماع في غاية الأهمية، و22 قرار أهمهم تحدي الموقف أو الوقت الزمني وفرض 10 أيام بحد أقصى. أعتقد قرارات مبشرة جداً للغاية، ونقدر من خلالها يعني نسهل عملية الاستثمار سواء كان على المستثمر المصري أو المستثمر الأجنبي تحديدا اللي كان ليه قرارات خاصة وهامة بهذا الشأن. كمان امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تابع الموقف الخاص بشركة النصر للتصدير والاستيراد جسور، وجه بوضع خطة متكاملة لتفعيل عمل الشركة والاستغلال الأمثل لمختلف الأصول اللي بتمتلكها هذه الشركة. وكمان التقى رئيس الوزراء مع مسؤولي البنك الدولي في مصر لاستعراض العناصر المقترح إضافتها لاستراتيجية تنمية الصناعة، ويمكن ده بيأكد أن مصر بتخطو بخطوات جادة جدا نحو سواء كان الاستثمار أو أيضا تشجيع الصناعة. خلونا نعرف تفاصيل أكثر في هذا التقرير. الأخبار اللي تصدرت الاهتمامات امبارح أبرزها ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله، وتم إصدار 22 قرار مهم يستهدف تحقيق نقلة نوعية في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية. وأكد الرئيس حرص الدولة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات جادة وحاسمة لتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي والقضاء على العقبات البيروقراطية وتحقيق تطور اقتصادي شامل. امبارح استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي محمد سالم ولد مرزوق وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني. خلال اللقاء تسلم الرئيس رسالة من رئيس موريتانيا محمد ولد الغزواني تضمنت الإعراب عن تقدير موريتانيا الكبير لمصر قيادة وشعب ولدورها الرائد على المستويين العربي والإفريقي، وتأكيد الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات والاستفادة من التجربة التنموية المصرية اللي شهدت تطور لافت خلال السنوات الأخيرة. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة الموقف الخاص بشركة النصر للتصدير والاستيراد جسور. وجه مدبولي خلال الاجتماع بضرورة وضع خطة متكاملة لتفعيل عمل الشركة والاستغلال الأمثل لمختلف الأصول اللي بتمتلكها خاصة في الخارج، بما يخدم أهداف الدولة المصرية في التوسع في حجم الصادرات لا سيما للدول الإفريقية. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع مع مسؤولي البنك الدولي في مصر لاستعراض العناصر المقترح إضافتها لاستراتيجية تنمية الصناعة، وأشار رئيس الوزراء إلى أن التعاون مع البنك الدولي لإعداد هذه الاستراتيجية يأتي في إطار الحرص على الاستفادة من خبرات المؤسسة الدولية في إعداد استراتيجيات مماثلة لدول أخرى استطاعت أن هي تحقق طفرة في ملف الصناعة. امبارح أكدت الحكومة أنه لا صحة للشائعات اللي تم تداولها بخصوص انتشار بطيخ مسرطن بالأسواق. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قال أنه ده مش حقيقي، وأن كافة المنتجات والسلع الزراعية المتداولة بالأسواق بما فيها البطيخ سليمة وأمنة تماماً وخالية من أي متبقيات للمبيدات أو الكيماويات، وبيتم إخضاعها لعملية رقابة وفحص دقيقة ومحكمة من قبل هيئات الرقابة على جودة السلع الغذائية المصرية للتأكد من مطابقتها لكافة المواصفات القياسية. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة التقى الفريق أول مانونغ باندا قائد الجيش الهندي والوفد المرافق له اللي بيزور مصر حالياً في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام. اللقاء تناول سبل دعم علاقات التعاون العسكري وبحث آفاق التعاون المشترك ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والهندية.